ملاقي يونس الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمسلمي المقاولة الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، بخصوص هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كتقوم بها الهيئة ديالنا، هي ناتجة عن بعض التصرفات اللي كيقوموا بها أصحاب الطاكسيات الصغيرة، حيث يطالبون بحذفنا من هذا الخط وتحرر في حقنا مخالفات من طرف أمن المحمدية، مفادها بأننا نقوم بالتوقف غير قانوني، رغم توفرنا على مادة في الظاهر 63 تخول لنا بإنزال وإركاب المسافرين أثناء السير والجولان، إلا أننا نتفاجأ بتحرير مخالفات في نفس المسار. لكل هذا قررنا بالقيام بعد وقفة احتجاجية بالحافلات نتاعنا وانضمام ديال الحافلات ديالنا بمدينة برشيد ومدينة سطات لمسانداتنا وإخواننا، كي نستمر فيها لأطول مدة حتى نحقق مطالبنا ومكتسباتنا. إذا لم تحقق المطالب نتاعنا والمكتسبات ديالنا فنحن صامدون وهنا مستمرون في النضال حتى استرجاع الكرامة التي كنا نعيشها في الزمن القريب، حيث كان الخط بين الدار البيضاء والمحمدية لا يتوفر على التوسع العمراني وكنا نسير ونجول كما. ونظرا للتوسع العمراني وهذه البنايات اللي ولات بين المحمدية والدار البيضاء فأصبحنا نظهر للبعض بأننا ليس لنا حق في هذا الخط، ونحن صامدون ومستمرون حتى نسترجع كرامتنا. صامدون والكرام طالبون، صامدون صامدون والكرام طالبون. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عابدين الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للنقل الطرقي بمدينة المحمدية. أولا أستسمع الصوت اللي النص ديالو مشى، ثانيا هاد الكيران اللي واقفين بناء على واحد 4 طاكسيات البارح اللي تعرضوا لواحد الحافله اللي كانت هازه الطلبه لمدينه الدار البيضاء، صوب مدينه الدار البيضاء. الصفه الضبطيه بغينا نعرفوها شنو عندهم، باي حق انهم يحبسوا هذه الحافله، وشكون يخول لهم اللي حبسوا هذه الحافله؟ وحنا كنطلبوا متابعه قضائيه في حق الطاكسيات اللي حبسوا هذه الحافلات. خاص الراي العام وكل شيء يعرف بان البنات البارح اللي هما مواتنا وخواتاتنا وخوالاتنا وعماتنا وما عرفت ايش بقاو في الطريق الساحليه مليوحين، مليوحين لاول مره، فهمتي؟ خاصهم يعرفوا الدور ديال هذه الحافله ديال النقل الطرقي اللي حنا هاد العاملات وهاد الطلاب ما كنعتبروش روسنا حنا مساله تجاريه بيننا وبينهم، اللي عندها تركب واللي ما عندهاش تركب، وكنتعاملوا بعضياتنا كعائله، ولينا كعائله. الطوبيس اللي كاين اللي لا يستوفي مسائل ديال السلامه الطرقيه، ما كاينش طوبيس ما مهرش، ما كاينش طوبيس اللي كيوصل، ما كاينش طوبيس اللي كيوصل. رغم ذلك هاد 4 الطاكسيات ناضوا حبسوا الكيران هنا في شارع مستوى شارع الحسن الثاني. حنا ماشي كلونديستاني النقل السري، الحافلات كيتوفروا على رخ على بطاقه الاذن ديالهم، على كريم ديالهم اللي كيرخصوا لهم انهم يمشيو من الدار البيضاء المحمديه عبر جميع الممرات. وكاين الظاهر ديال 63 وكاين رساله وزاريه اللي كتبين ان الكار عنده الحق يهز ويحط الناس عبر الطريق عبر السير ديالو، يعني بدون قانون. ووزير النقل كيقول لوالي ديال الدار البيضاء الله يخليك كنطلب من الاعوان ديال اعوان الطرق المراقبه، يعني البوليس وجدرميه واعوان الطرق، انهم ما يحبسوش هاد الكيران، لان قانونيا الظاهر 63 كيرخص ليهم يهزوا الناس ويحطوا الناس بدون قيد او شرط. هاد الناس ديال الطاكسيات كيقولوا بان الكيران كيجيبوا لهم الناس لاكار وكيجيبوا لهم يعطيونا ما يفيد، حنا كنهزوا طلبه اللي في حاله ضعيفه وكنهزوا هاد الناس العمال اللي في حاله ضعيفه من الحيث الصناعي، للدليل هو قدامكم. وهادشي غير شويه، هادشي غير شويه، وحنا خاصكم تعرفوا بان هاد الناس كيضحيو وكلهم خدامين وفق واحد العقد مع الشركات، وربما يقدروا يفقدوا العمل ديالهم الى ما مشاوش، ولكن عرفوا بانه الا ما كاينش هاد الكيران، الا ما كانش اليوم غيكون غدا غيفقدوا العمل ديالهم، فهمتيني؟ حنا دابا السيد الباشا البارح عطيناه الوثائق ديالنا وعطيناه القرار الوزاري اللي كان واضح، اللي كيقول لهم بان الكيران كيخدموا في مجال حضاري وبانهم عندهم الحق ديال السير والجولان وبانهم عندهم الحق ديال الركولاج. القانون ديال الظاهر ديال 63 كان واضح، ومني شاف داك الشيء يعني السيد الباشا تفاعل مع ذوك الوثائق، تفاعل مع ذوك الوثائق وشاف ذوك الوثائق يعني انهم قانونيين، والسيد المندوب الولائي ديال النقل والسيد المسؤول ديال النقل هنايا كياكد لنا نفس الشيء. حنا كنطلبوا بالسلطه المحليه وكنطلبوا من السيد العامل شخصيا، كنطلب منه باش يتدخل في هذا المشكل، وكندخل منه من هذا المشكل كيقيس المواطن وكيقيس الطبقه العامله. هذا الشيء غير هاد الناس العامل كيقيس المواطن، لان هاد الحافلات عندهم واحد الدور اجتماعي اكثر من هو تجاري. واش كاينه الهضره ولا ما كايناش؟ واش كاينه الهضره ولا ما كايناش؟
واش كاين هاد الهضره؟ كاينه. واش كاين هاد الهضره؟ الله يعاونك. حنا هاد الله يرضي عليكم، هاد 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 خاص السلطه وخاص جمعيه المجتمع المدني وخاص الطاكسيات، هالطاكسيات خاصهم يعرفوا بقيمه ديال هاد الكيران، هاد الكيران اللي سادين واحد الباب كبير، ولكن اليوم جا الوقت باش كلشي يعرف قيمه هاد الكيران. حنا ما كنبغيوش استعراض العضلات في الشارع العام، مع عمرها كانت السياسه ديالنا ومع عمرها كانت المبدا ديالنا. حنا دائما مع التهاور ودائما مع الحوار، والقانون ديالنا والرخص ديالنا كيرخصوا لنا باش نديروا هذا العمل. حنا ماشي متطفلين هذا العمل، هذا الشيء اللي خاصو يعرفوا السيد العامل ويعرفوا الاخوان، وربما الوثائق ديالنا كتشهد على هذه المسائل ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب بحقنا نقالة كنقالة، تنديروا هذا الخط الرابط ما بين الدار البيضاء والمحمديه اللي هو اصبح مدار حضاري محض، وتفرض علينا النقل الحضاري، وحنا التصنيف ديالنا نقل مسافرين، ولكن تفرض علينا نقل حضاري، ما بقاش عندنا فين نمشيو. تنطلبوا بتمديد هذه الخطوط او لا ادماجهم مع الطوبيس، زوج حلول. يا هذا الشيء اللي عطى الله، والسلام عليكم.